معكم وإني في داري وكنت دائما في داري وحنين. ربما كانت مغادرة في فترة وجيزة جدا، ودائما كان حنيني وجنبي في حقوقي إلى التجمع الوطني الأحمر. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على هيئة خطة، ولكن جرت العادة أن عفوية الأحسن. إني جد معتز بأرى هذه الوجوه الطيبة، كما أشكر السي عبد السلامة والسي محمد نجار الذي تضافر عملهم في إيقاظ النظور لأرى هذه الوجوه، هؤلاء أصدقاء في عائلة واحدة منسجمة، فهنيئا لنا. وكما لا تفوتني الفرصة أن أشكر وجه الشكر لفؤاد مريني وكيل أحد التجارة، وكذلك للإخوان الذين انضموا معي في لائحة الصناعة كالصوفي محمد أمين وأجل السلوك. إنها لائحة مضعفة.